شايف ازاي تعيين كابتن حسام حسن مدير فني المنتخب مصر؟ انا طبعا سعيد جدا طبعا ان كابتن حسام موجود في المنتخب، هو يستحق طبعا. كابتن حسام انا اتمرنت معاه في نادي الزمالك، مش هتكلم عليه كاسم لان هو اسم كبير جدا طبعا، صحيح، وكمدرب برضه كمدرب كبير جدا ونجح مع انديه كتيره جدا، كان يستحق ياخد الفرصه دي من بدري قوي. وهو طبعا طموحه وهدفه، وانا واثق وعارف يعني كويس جدا ان هو هدفه كان على المنتخب ان هو يعمل حاجه للمنتخب او للشعب المصري. بتمنى التوفيق ليه وبتمنى الدعم ليه من كل المصريين. بتمنى احنا خدنا البطولات افريقيا مع كل المدربين يعني مصريين، ما خدناش بطوله افريقيا مع اي مدرب اجنبي، فدي فرصه اللي احنا نقدر واقفين في ظهر كابتن حسام، دي فرصه نقدر نستعيد تاني. كابتن حسام عنده ميزه كويسه جدا ان هو عنده روح، عنده قلب، بيقدر يوصل الحاجات ديت لاي لعيب، يقدر عنده الجرأة ان هو يلعب لك لعيب عنده 19 سنة يقول له البس تيشيرت منتخب مصر ويلعب. عنده الجرأة. هتشوف مع كابتن حسام لعيبة وجوه جديدة كتير جدا، انا متأكد من الحتة دي، هو عنده الجرأة في كده اللي هو يخلي لعيبة صغيرة نجوم لمنتخب مصر. فانا طبعا يعني سعيد جدا باختيار اللي هو يبقى موجود في منتخب مصر الفترة اللي جاية، لان هو يستحق، وان شاء الله منتخب مصر كان محتاج برضه كابتن حسام الفترة دي. في ناس بتقول لك كابتن حسام بيعتمد على انه بيشتغل على الحماس، راجل حماسي وبيزعل اللعيبه، والجزء التكتيكي ده مش بيلتزم بيه بشكل كبير او مش بينفذه بشكل لا لا كبير. ناس كتير رايحين للحته دي، انت حابب تقول ايه وانت واحد من اللعيبه اللي اتمرنت مع كابتن لا حسام؟ طبعا ما فيش الكلام ده. كابتن حسام طبعا من في تكتيك طبعا بنشوفه بيعمله، انا اتمرنت معاه وعارف ليه هذا. هو بيشتغل في التمرينات، بيبقى ليه شغل معين، بيبقى ليه بيعرف يدافع امتى في الماتش، يعرف يهاجم امتى، هو بيعرف ينسق. الكابتن حسام لا مدرب كبير، ما ينفعش حد يعني يتكلم عليه كفنيا، لا حاجه كبيره طبعا. بالنسبه للروح والقلب، اي 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 مدرب لو ما عندهوش عرف يوصل للعيبه لازم تبقى عندك قلب، لازم تبقى عندك غيره، لازم تبقى عندك طموح، يبقى دي مشكله. هي الكره مش تدريب بس برضو يا احمد، الكره لازم يبقى عندك دافع تعرف توصل للعيبه بتاعتك، يبقى عندك طموح لازم تعرف توصل للعيبه بتاعتك، هي مش تدريب لك. لكن انا اتمرنت مع كابتن حسام في الزمالك، لا في شغل، وكابتن حسام مدرب كبير. انا واحد من الناس والله العظيم كان نفسي اتمرن معاه، يعني من المدربين اللي كان نفسي ابقى اللي هو يمرني هو كابتن حسام. فلا في شغل، وشفناه مع الانديه ظاهر، يعني هو كان ناجح مع كل الانديه اللي مسكها، كان ناجح وظهر بشكل كويس كمدرب يعني. فان شاء الله بتمنى له التوفيق طبعا الفتره اللي جايه، ومش عايزين السلبيات يعني، حتى الكلام السلبيات اللي بنشوفه ده احمد يعني ما ينفعش، احنا لازم نبقى داعمين ليه، لان ده مدرب وطني ومدرب كمان منتخب مصر، فلازم يبقى ياخد الفرصه، هو يستحق ياخد الفرصه بتاعته.